استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كبار المسؤولين بالمملكة الذين رفعوا إلى جلالته أطيب التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الكريم، داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بوفر الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والرفعة.
كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وندعو الله بمناسبته الفضيلة أن يعيدها علينا جميعا بالخير والبركات، شاكرين ومقدرين لكم مشاعركم الطيبة ودعواتكم الصادقة بحلول شهر الخير والإحسان. وفي هذه الليالي المباركة تتجلى أسمى قيم التواصل والتكافل الإنساني بين الجميع على أرض البحرين، أرض الحضارة والريادة، سيراً على نهج الآباء المؤسسين ومواصلة الأبناء الأوفياء، مشكلين بذلك هوية وطنية جامعة ذات أصالة راسخة في عمق التاريخ. ولقد كنا وما زلنا وسنبقى دوما بعون الله أسرة بحرينية مترابطة ومتحابة، وستبقى البحرين بفضل الله مملكة الاستقرار والأمن ووطن التعايش والتسامح بجسورها الممتدة والمتصلة مع كافة الحضارات والثقافات، بما يدعم استقرار محيطنا الإقليمي ويحفظ أمننا العالمي. ونؤكد في هذا الصدد على التزام مملكة البحرين بمواقفها الراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عاجلة. وفي الختام نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من عمل دؤوب وجهد مقدر بتعاونها المستمر مع الحكومة. ويأتي إقرار مجلس النواب للميزانية العامة اليوم، وما تم قبله من اجتماعات وتبادل للآراء، مؤكداً ومجسداً لثبات سياسات وخطأ مملكة البحرين في سبيل ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون. ولا يفوتنا في هذه الليلة المباركة أن نتوجه بالشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر لجهود التنمية بمملكة البحرين، وهو ما يجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية المستندة على وحدة الصف والمصير المشترك. ونسأل الله العزيز القدير أن يعيد شهر رمضان المبارك على شعبنا والمقيمين على أرضنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة الملك حفظ الله كان مرحب ومهنئ لكبار رجال الدولة هنا في مملكة البحرين بشهر رمضان المبارك، وأيضا كان واضح في توجيهاته لنا
وفي شكره لكل ما تم اتخاذه من خطوات. شكر السلطة التشريعية على ما تقوم به في ترسيخ التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بالميزانية وأمور كثيرة. وأيضا أكد جلالة الملك في خطابه بكل وضوح هو موضوع التزام مملكة البحرين مع أشقائها في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية، التزامها الكامل بأمن واستقرار المنطقة ومواجهة أي من التحديات اللي تواجهها كلها، وبالأخص التحدي اللي يأتينا من قطر. أزمة قطر خلقت لنا تحديات كثيرة، قطر تدعم الإرهاب، قطر تدعم عدم الاستقرار، قطر تتواصل مع كل من يريد إسقاط الدول في المنطقة. فكان جلالة الملك واضح بأن سياستنا ثابتة وراسخة، إنما هو مطلوب على قطر لحل أزمتها هو التزامها باتفاقيات الرياض 2013-2014 وأيضا بالمطالب العادلة التي جاءت بعدها فيما يتعلق بأي أمور أخرى. واضح، مطالب واضحة والاتفاقيات اللي يجب التزام بها واضحة. على قطر أن تقوم بهذه الخطوات، وإلا فهي ستكون تتمادى أكثر وأكثر في موقف المعادي. فهذا الشيء كان واضح في جلالة الملك. أيضا شكر جلالة الملك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الأشقاء على موقفهم في دعم مملكة البحرين، خصوصا في هذا الظرف للوصول إلى التوازن الاقتصادي، وهذا شيء غير مستغرب منهم، وهذا هو موقف الشقيق لشقيقة. والحمد لله يعني كانت كلمات جلالة الملك واضحة، وكان الارتياح بادي على وجوه جميع الحضور، ونتطلع إلى دائما إلى الأيام الأسعد بقيادة جلالة الملك حفظه الله.